بكيلو دقيق واحد هنملى البيت خير. هنعمل المنين السادة، وهنعمل العسلية، وهنعمل القراقيش بالعجوة او كعب الغزال. انا مش عارفة هما بيسموها كده ليه، بس هي في المخابز اسمها كده. قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى تشتركوا في قناتي اسمها مطبخ ناهد فاروق، وتعالوا بينا يلا نبتدي وصفتنا الجميلة دي، وبجد بجد لازم تجربوها لانها فعلا ناجحة ومضمونة من اول مرة. معانا كيلو من الدقيق، انا نخلته طبعا قبل ما استخدمه، وبعدين ضفت عليه ملعقتين كبار من النشا وثلاثة باكت من الفانيليا، لان الفانيليا بتخلي اي معجنات ريحتها جميلة. كمان ضفت نص ملعقة من الملح، نص ملعقة صغيرة، وهنضيف 4 ملاعق كبار من السكر، سكر حبيبات عادي، والاربع ملاعق كانوا مناسبين جدا جدا. كمان هنضيف ملعقتين كبار من السمسم اللي متحمص، لو حابين تبدلوا السمسم بشمر او ينسون هتحمصوه، وبعدين هتطحنوا نص طحنة في مطحنة الخلاط وبعدين هنستخدمه. وضفت ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، يعني باكت من الخميرة، ونص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وما تكتروش عن نص ملعقة، دي مناسبة جدا جدا. هقلب المكونات الجافة بايدي، وبعدين هبتدي دلوقتي اضيف المكونات السايلة. معايا 2 كوباية من الزيت، والزيت لازم يكون دافي شوية، لكن خلوا بالكو ما يكونش سخن، يكون دافي على اساس ان هو ما يموتش الخميرة، لان الحاجات دي لو هي سخنة ممكن تبوظ الخميرة. فالزيت كان دافي يعني لدرجة انك لما هتحطي ايدك يعني هتحسي ان هو زي رضعة البيبي كده، يعني رقيق مش هيلسع ايدك ولا تحسي له بسخونة اصلا. هنقلب الزيت مع الدقيق، ولازم يندمج كويس قوي كده في الدقيق، والخطوة دي حلوة علشان تخليلي العجينة ناعمة. بفركه بين ايديا كده لغاية ما يبقى زي حبيبات الرمل المبلولة كده، وبعدين هضيف 2 كوباية من المية. المية برضو بتكون دافية شوية شوية، بسيطة جدا زي ما اتفقنا، علشان الخميرة ما تبصش معانا. انا بضيف المية تدريجيا، يعني ما بضيفش 2 كوباية المية مرة واحدة زي ما انتم شايفين كده، لان الدقيق بيختلف من مكان للتاني زي ما احنا متفقين والدنيا كلها متفقة في الموضوع ده. بنضيف شوية شوية وبنلم بالراحة، هي العجينة دي بتبقى رقيقة كده وخفيفة وما بتاخدش عجن ولا مجهود مننا خالص على فكرة. بلم العجينة كويس لغاية ما هتوصل للشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي، هي بتبقى عجينة كده ما بتكونش ملساء، يعني ما بتكونش ناعمة زي النواعم او البسكوتات، لا هي بتكون يعني من جوه كده مفرغة. انا هشدلكوا العجينة علشان تشوفوها. اهم حاجة واحنا بنكورها كده بتكون خلاص يعني طرية وناعمة وما بتلزقش في ايدينا نهائي، ولما تفردي العجينة هتحسي ان هي متفرغة يعني فيها فراغات، وده دليل على ان العجينة خلاص ناجحة معاكي وهتطلع معاكي زي الفل. تمام كده، بطبطب عليها كده وسويها وغطيها باي كيس، وهسيبها حوالي 10 دقايق على ما نجهز الحشوة. دي العجوة بتشتروها طبعا من عند اي عطار او من عند اي ماركت او حتى في المخابز. انا فككتها بنص ملعقة من الزيت بين ايديا كده، وهي بمجرد ما بتاخد حرارة ايدك بتلاقيها ابتدت تبقى سلسة معاكي وتبقى طرية. الموضوع ما بياخدش يعني دقيقتين بالظبط. بفككها كلها كده لغاية ما تبقى ناعمة جدا بين ايديا. تمام كده، ممكن ترشوا عليها على فكرة ملعقة سمسم برضو في المرحلة دي. تمام كده، هنبتدي نجهز الحشوة. بعمل صوابع من العجوة، وخلوا الصوابع تكون رقيقة يعني ما تكونش تخينة قوي علشان الحشوة ما تبقاش كتيرة. الشكل التاني اللي هنعمله من العجوة، هناخد قطعة من العجوة، وبعدين هنجيب كيس من اكياس التلاجة العادية وهنفتحه بالمقص كده، نفرده ونفرد بالمنشبة او بالمردانة العجوة من جوة كده، وخلوها خفيفة قوي زي ورقة الكراسة بس كده. هسيبها على جنب، هجيب صينيه وادينا دهنه بسيطه جدا 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 بالزيت، وممكن كمان ما تدهنوش على فكره الصينيه خالص. العجينه زي ما انتم شايفين اول ما سيبناها بقت هايشه كده وجميله وطريه وناعمه جدا جدا. اول حاجه هنعملها النهارده هي العسليه. بنفرد قطع من العجين، وحاولوا تخلوها رقيقه برضو، بنفردها على شكل مستطيل، وحاولوا تخلوها يعني متساويه الى حد ما علشان ما تبقاش منعكشه واحنا بنعملها. خلوها رفيعة زي ما اتفقنا كده، يعني طبقة العجينة تكون رقيقة وخفيفة،
وبعدين هنلف فيها في النص كده حشوة العجوة ولفة والتانية وخلاص كده هنقطع. يعني احنا مش هنلف لفتين، هي لفة وتقفل معاكي وتروحي قطع عليها، وبعدين بنسويها كده نرولها ببساطة علشان تتساوى كويس الحشوة من جوه، وعلشان برضو تتقفل معايا العجينة. وبنقطعها يعني حاولوا تقطعوها بالتساوي احسن مني، طبعا انتوا فنانين وشاطرين وتعملوها احسن مني. بنقطعها كده بيبقى شكلها بالمنظر ده. بجيب طبق ولو في مية بس عادي، ولو انت حابة تضيفي ملعقتين من العسل الاسود للمية، ده بيخلي السمسم يمسك كويس على المعجنات. بدخل العجينة في المية يدوب تلمس المية كده، وبعدين انزلها في السمسم، وبعدين برصها في الصينية اللي هسوي فيها. ممكن برضو لو مش عندك عسل اسود ما تغلبيش نفسك المية لوحدها، تدينيها دهنة بسيطة هتخلي السمسم يمسك على العجينة لوحدها. لكن لو حطيتي العجينة في السمسم دايركت، ممكن بعد ما تستوي السمسم بيقع من على العجينة وهتضايقيه. بكمل نفس الخطوات في كل العجينة لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. وزي ما اتفقنا لازم تقفلوا كويس الخط اللي بيبقى في الاخر كده، يعني بعد ما بنقطع العجينة قفلوها كويس وسووها طبعا في الاطراف علشان ما تبقاش العجوة طالعة منها. وبعدين بنقسمها بنفس الشكل، انا بقسم بالسكريبر البلاستيك ده علشان لو قسمتي بالسكينة ممكن تقطع لك المفرش، خلوا بالكم لان الموضوع ده حصل معايا. كده خلصنا اول نوع وهو العسلية. تاني حاجة هنعملها اللي هي القراقيش بالعجوة او كعب الغزال. صدقوني انا مش عارفة لغاية دلوقتي هو اسمه ليه كعب الغزال في المخابز. لو انتوا تعرفوا اكتبوا لي طيب في الكومنتات ومنكم نستفيد. هنفرد العجينة المرة دي على شكل مربع، وهنحط فيها العجوة اللي احنا فردناها في كيس التلاجة من شوية، وبعدين هنلفها بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. خلوا العجينة لما تفردوها بالمنشبة خفيفة مش تخينة، علشان ما تطلعش معاكم يعني العجينة نفسها تخينة كده وانتوا بتاكلوها. خلوا الطبقات تبقى رقيقة سواء في العجوة او في العجينة نفسها. بنقطعها برضو، قطعوها يعني قطع تكون مش تخينة، يعني عرض صابع واحد من صوابع ايدك. بنكمل نفس الشكل ونفس التقطيع ونفس الحجم، حاولوا تخلوهم برضو حجم واحد. تمام كده بيبقى شكلها كده ظريف جدا جدا. كل نوع من الحاجات دي يفضل ان احنا نحطه في صاجة لوحدها، يعني علشان التسوية برضو ممكن تختلف شوية. نفس الطريقة بنغطسها في المية بالعسل وبعدين في السمسم. دي طريقة تانية للحشوة، ممكن تسيحي العجوة دي على النار مع ملعقتين مية سخنة ونص ملعقة زيت، وتحطي فيها السمسم وتسيحيها في الطاسة كده على النار، فهتبقى كريمي قوي معاكي كده، فممكن تحشي بيها. انا حبيت يعني اوريلكو كل الطرق اللي ممكن تحشوا بيها العجوة، الطريقة اللي تريحكو استخدموها، الطريقتين ما بيفرقوش صدقوني في الاخر. بعدين بلفها زي ما اتفقنا كده، ولازم تسووها كويس علشان يبقى شكلها مترتب وحلو. هو في حتة طلعت تخينة معايا وحتة رفيعة، فخلوا بالكم يعني ده طبعا اكيد يعني حاجة مش ظريفة، فانتوا حاولوا تظبطوا ايديكم. عموما يعني تخينة ولا رفيعة في الاخر كله هيتساوى وهيتاكل والله. اخر حاجة هنعملها هي المنين، اللي هي الصوابع المقرمشة دي اللي زي القراقيش اللي بتتباع سادة في المخابز. بنفرد العجينة، بس المرة دي احنا مش هنرققها قوي، يعني ممكن تفردوها برضو وتقطعوها بالقطعة دي بتاعة الشيبسي، ولو مش عندك ولا تغلبي نفسك عادي يعني بالسكينة والله مش هتقول لا ابدا. بنقطع الصوابع، بس حاولوا ما تخلوهاش رقيقة زي ما اتفقنا علشان ما تتحرقش منكم. يعني انا اول شوية دول اللي انا قطعتهم قدامكم حسيتهم رفيعين برضو، يعني بصوا الشكل، لا ما عجبنيش، انا رجعت لخبطتهم، بصوا عملت الشكل ده، يعني ده الشكل النهائي اللي هو صح. انا بحب طبعا انقول لكم الصورة كاملة بكل حاجة، حتى بالاخطاء اللي بتحصل معايا، علشان لو حصلت معاكي ما تغلبكيش وما تتضايقيش خالص، كل حاجة ليها علاج. كده خلاص انا خلصت كل الكميه اللي معايا الكيلو، عمل لي الكميه دي، وفي اخر الفيديو برضو هوريكم الكميه بعد ما تستوي هتبقى قد ايه. بصوا عملت صاجه كبيره جدا جدا من المنين الساده، وعملت صينيه كبيره من كعب الغزال، وعملت برضو صينيه كبيره، الصينيه دي مقاس 35 على فكره، من العسليه. هندخلهم الاول، بصوا هنسيبهم يرتاحوا على الصاجات دي ربع ساعه بس، وبعدين هندخلهم على فرن ساخن على درجة حرارة 180 اول 10 دقايق بس،
بعد اول 10 دقايق هتهدي الفرن على 160، برضو هياخدوا معاكي 10 دقايق، وتراقبيهم. لو حابه ان هم يتحمصوا اكتر من كده استني كمان 5 دقايق على اوطى حاجه، يعني على 150 مثلا، وهيخرجوا معاكي بالشكل ده. لو حابه تدي لهم لون بالشوايه، ولعي لهم الشوايه في اخر دقيقه بس، لكن انا للامانه ما ولعتش الشوايه. كمان حاجه مهمه تاني حابه اقولها لكم، لما تحطوا الحاجات دي في الفرن حطوا الساقتين دول مع بعض اللي هم الكعب الغزال والعسليه، انما القراقيش او المنين الساده حطوه في حته لوحده، لان تسويه ده هتاخد وقت غير تسويه ده. كمان في حاجه مهمه بحب الفت نظركم دايما للنقاط المهمه في التسويه، وده من خلال اسئلتكم الكتيره اللي انتوا بتكتبوها لي على القناه او على البيج. بصوا بقى، لما تحطوا الصواني دي في الفرن حطوها على اعلى رف في الفرن، مش الرف اللي في النص. صدقوني انا بشوف شيفات كتير مع احترامي ليهم بيقولوا حطوا في الصاجه القريبه من الفرن تحت، يعني من النار او في النص. لا غلط والله، انا جربت كل الطرق دي واتحرقت معايا من تحت وما انبسطتش خالص. لكن احلى حاجة انك تحطي الصاجة دي وانت مطمنة على اعلى رف عندك في الفرن فوق، فبالتالي هتتسوى براحتها، مش هتتلسع منك من تحت، كمان مش هتاخد كمان لون حلو قوي من فوق. فمن فضلكم خلوا بالكم من النقاط المهمه دي. المنين الساده بقى في نقطتين عايزه اقول لكم عليهم، اللي هو اللي انا ماسكاه دلوقتي في ايدي ده، لو حباه يكون طري هتحطيه اول 10 دقائق على 180، وبعدين 10 دقائق على 160 وتطلعيه وتغطيه، هيبقى طري معاكي. لو عايزاه قراقيش هتحطيه على درجه حراره 180، وبعدين توطي الفرن على اول 10 دقائق، تاني 10 دقايق على 160، بعدين هتسيبيه 7 دقايق على 150 وتخرجيه وتسيبيه على الصاجة علشان ياخد الهواء ويتقرقش معاكي وينشف ويبقى قراقيش. دي كل الكمية اللي احنا عملناها النهاردة، حبيت اوريها لكم كلها بكل امانة. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وافادتكم. انا برجوكم تعملولي لايك للفيديو، لان اللايك ده بيرفع الفيديو، واحنا بجد بنستفيد من اللايك بتاعكم جدا جدا. بشكركم من كل قلبي على دعواتكم ومحبتكم، وبكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم، مطبخ نهاية فاروق.